يا مرحبا بكم، الف مرحبا. هذا هو اول فيديو ديالي في يوتيوب. انتم بقيتوا عليا بلا دير اليوتيوب ديال اليوتيوب، انا كنت مركز غير في انستغرام باخر. انا كيحطيت لكم داك الريل بلي تقبلت في الشينوا، عرفتي شحال ميساج وصلني؟ بوك بزاف صاحبي بزاف. وشنو البلان اللي عندي في دماغي هو ندير يوتيوب حتى نمشي لتماك، حتى نمشي لتشاينا عاد ندير اليوتيوب. ولكن انتم بقيتوا عليا كذا ما كذا اسئله، قلت هذه احسن فرصه باش ندير اليوتيوب باش نمشي كلكم تستافدوا صافي. انتم عاد نايض من الناس ويجي كلهم بوخ. او فيتي انا زعما كنكتب لكم السكريبت، ما كان السكريبت الاول، كنهضر غير كنيشان اللي جات بسم الله. اشرح لكم دابا كل شيء، كيفاش درت ليها، كيفاش تقبلت في الشينوا، شو هما لي زيتاب اللي درتهم، انا نشرح لكم كل شيء. زعما كنت كاتب لكم شنو خاصني نقول، زعما كنت كاتب لكم شنو خاصني نقول، ما في اللي يقول باين شنو غادي نقول لكم. المهم الورق اللي خاصكم توجدوا باش تمشيو تما الشينوا وداك الشيء خفيف ضري، ما فيش بزاف. باسبور هادي بلا ما نهضروا عليها، سيمانه كتوجد لك، كتمشي للمقاطعه. ثاني حاجه هذاك لو ريفيل دي نوت، كتمشي للاداره كيعطيك واحد الورقه فيها لي نوت اللي كنتي جبتيهم وصار. والثالث حاجه هي زعما ما كنقراش، ما كنقراش غير حيد عليا. ثالث حاجه لاجونس اللي تعاملت معها اللي رقم واحد كاين في المغرب هي توجيه، اللي معروفه كاع، ما كاين حتى شي، ما كلشي كيعرفها. توجيه هي اللي خدمت معها انايا باش دفعوا لي تماك الشينوا وتخبلت. يعطيك واحد الورقه ديال شي حاجه طبيه، واحد الورقه طبعها وتمشي عند تمشي عند الطبيب كيف ما كان، ماشي طبيب اي كيف ما كان، المهم ماشي طبيب. تخلص واحد تعطي واحد 50 درهم، انا عطيته 50 درهم هو كاشها لي صافي. كتعطيها لهم لو ريفي بونكير ديال الباك، قول الباك عطاني ريفي بونكير وصافي، انت كملتي كاع الوراق وغادي تدفع لاجونس. انا بالنسبه لي دفعت لاجونس، اللي كان ما كانش عندك فلوس باش تدفع لاجونس ما نكذبش عليك كتعذب بزاف 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 بزاف. بوسيبل تقديرها حتى غادي يدي منك الوقت ويدي منك الجهد، تبقى تقلب في يوتيوب، قلب 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 وشوف، ودير لك بزاف د الوقت. واصلا بالنسبه للشينوار ما بقاش بزاف د الوقت، باقي له شي 3 سيمين وغادي يبقاو غير جميع اللي محشرين. اللهم تدفعوا دابا باش تدفعوا باش تجيبوا ديزونيفرسيتي اللي واعرين. المهم هذا هو البلان اللي درتو لكم بلي لابساتكم حطاو ليكس طوب، هانتوما جلي لي اصلا الدار كيعجبني بزاف الغيظ، ما كيعجبنيش نبقى نلبس التيشيرت ما التيشيرت خفيف ظريف لابس من تحت والو عايش الله بي. بالنسبه للاجونس قدي تدير مع لاجونس راه احسن حاجه، يدبروك على احسن جامعات بالنسبه ليك ويدبروك على لي بوكس. انا بالنسبه لي راه دبروا لي على لي بوكس بارسيال، كنخلص انا غير النص حيت باغي في العام الاول ما باغي ندير حتى سبيسياليتي، باغي نتعلم اللغه حيت ما بشويش عليا اخويا، ما عارفش انا براسي ما عارفش شنو باغي ندير، ما بقاش نتلاح فاش ما كان ونتقول بحياتي كومبلي. اللهم العام الاول نقرا فيه اللغه ونشوف شنو كاين في السوق، شي حاجه عجباني كذا كذا ونفكر مزيان وعاد نختار سبيسياليتي باش نضرب فيها 5 سنين. اما انا من العام الاول نضرب فيها 5 سنين وش حاجه ما عجبانيش. المهم هذه بوان دو في ديالي، المهم شوف انت واش تبغي ولا ما تبغيش تدبر راسك. انا بالنسبه لي انا هادشي اللي خسريته. الا كنتي جبتي مزيان يقدر يدبروا لك على بورس كومبلي، ما تخلص حتى لعبه، ما تخلص حتى لعبه، تخلص غير لاجونس والطياره صافي. انا بالنسبه لي شحال تقام عليا هادشي كامل تصدموا، والله تتصدموا، انا براسي تصدمت. حتى انا كنت انا في الاول عام كنت باغي نمشي الشينوا، باغي نمشي الشينوا وشحال ما كان نخلص، حيت كنخلص من جيبي ما نكذبش عليكم، شحال ما كان نخلص. ولكن ملي سمعت الثمن تصدمت. انا قرايه، القرايه ديالي، القرايه ديالي والسكن، السكن الجامعي شحال تقامت عليا؟ تقامت عليا بمليون 9900 درهم، مليون تقامت عليا بمليون. وما يمكنش اسيورونس تخلص عليه شي 2000 درهم ولا ما عارف، يجيك شي مليون 2000 درهم راه رخيصه بوندون عام كومبلي، عام كومبلي تخلص مليون و2000 درهم. ولا دبرت على بورس كومبلي ما تخلصش شي حاجه ماشي كامل. يقول لك قارنتي مع ايزيزا ولا ديك المدارس ديال كندا 10 مليون وخصك تبلوكي 30 مليون في الكونت، ما كاين والو من داكشي. والله الا داكشي خفيف ظريف، انا ما كان في خباري والو، يا قلت متكلفوا لي بداكشي كامل وتكونسونطرت على قرايتي وصافي باش ما تبقاش تكبر الموضوع دماغك، ما تكبروش كاع داكشي ايزي بيزي. حتى انا دابا لافونتاج نتاعي فات قبل شي شويه باش دبرت على واحد من احسن لي زونيفرسيتي، وانت نتوما يمكنكم ديروها، حق الله يمكنكم حتى نتوما ديروها. زعما راني كنت كنقلب، انا كيف ما قلت لكم انا العام الاول ديرو لغه ما درتش سبيسياليتي، حتى العام الثاني وانا خسر. المهم شنو ما بغيت ونقدر ندبر على بوكس كومبليت تما في العام الثاني. هو بلان واعر بالنسبه لي، بلان واعر، تخرج من البلاد اكسبيريونس جديده، تخرج من زون دو كونفور ديالك، تعول على راسك، ديفلوبي راسك بزاف. المهم هذا هو لوبجيكتيف من هادشي كامل. انا كما قلت لكم ان شاء الله هذا هو اول فيديو ديالي في يوتيوب، ياك هذا هو اول فيديو ديالي في يوتيوب، وغادي نقول لكم يوتيوبر نمبر 1 في المغرب ولا في العالم، غير في المغرب لا دابا الاول غير في المغرب، يوتيوبر نمبر 1 في المغرب. اييه بزاف الناس يقولوا كما يمكنش. المهم قاشع من دابا 10 سنين 5 سنين 10 سنين 5 سنين، ما كنقولكش العام الجاي ولا بعد منه، كنهضر على الواقع، نخدم ونضرب تماره وتوصل. وديك البلان اللي قلت لكم اللي راني جبت 13، حيت دابا بزاف الناس شافوني قريت بزاف
وضربت التمار بزاف العام كومبلي ولي ريل وكذا وكذا، وفي التالي جبت 13 صراحه. هي ماشي نقطتي صراحه، ماشي نقطتي، وانا تصدمت بزاف ما نكذبش عليكم، واخا كنبين لكم لي ستوري كذا ما كذا، اي كنفاجئ على راسي، ولكن بعض المرات كيبقى فيك الحال. المهم اي حاجه كتبقى لك راه فيها خير. المهم عمري فكرت بلي ندبر على واحد من احسن ليزونيفرسيتي في شينوا، عمري ما حلمت بها. المهم سيدي ربي سهل علينا فيهم، وحتى انت زعما انت يمكن كدير راه ايزي، غير شوف غير شوف لك لاجونس توجيه الحلاو الحلاو الحلاو. حتى انا خدمت معاهم تعاملوا معايا مزيان، الله يحفظهم ليا الله يحفظهم ليا الله يحفظهم ليا. المهم اي كيسيون عندك في دماغك كتبها لي في الكومونتير نقدر نجاوب عليها. لي طاب الاخر اللي كاينه هي الفيزا، الفيزا في التالي ديال شهر 7 غتخرجي الفيزا صافي، لا غندفع الفيزا في التالي ديال شهر 7 وشهر 9 بوم طياره يا سلام صافي، داكشي ساهل داكشي ساهل. المهم شحال غادي تقام عليك داكشي كامل؟ عاد تجيك رخيص والله تجيك رخيص. انا بالنسبه لي جاتني رخيصه حيتاش بمقارنه بديك المدارس الاخرين ديال 10 مليون 30 مليون ودير شي حاجه ما كتعجبكش ولا دير لافاك. هذه وجهه النظر ديالي ما ديرش. المهم انا هذه وجهه النظر ديالي، ما كنقولكش دير ولا ما ديرش، بغيتي دير لافاك حتى الله يسهل عليك. تمشي تقرا في كندا ب 10 مليون دير والديك يديروا فايض انت مريض اصاحبي، انا نمشي على قد جهدي واحسن منهم كومبلي. الشينوا اقوى دول في العالم حلاوه، الحمد لله يا ربي الحمد لله. الله يسهل الله يسهل عليكم نتوما باش ما بغيتهم. كنتي باغي دير ميدسين وجبتي كونكور ميدسين ناضي وكمل فيه، جبتي شي حاجه كتعجبك ديرها، ما تبقاش تسمع باللي لا دخلت تقدر دير ميدسين باش تكون تكون دير داكشي اللي باغي ديرو كمل فيه كيف ما كان، واخا درتها النحت النحت اللي ما عمرك ما سمعتي شي حاجه مطيراش بنادم ما سمعهاش ديرها، حيت كل واحد الرزق ديالو فين هو باش تحطها في راسك. كاين اللي يدير الميدسين وكذا وكذا وما يصور حتى درهم، وانت اللي دير النحت وكتبغي هذا النحت اتصور منه سبب الفلوس وبتجربه اصاحبي. دابا انا براسي هذا الشيء ديال الكونتوني، انا براسي ما راه مشي لي الكونت الاول، مشي لي الكونت الاول كون طلعته كل ما كنتش كنبغي شيء كون حبست النهار الاول صافي، قلب ناقص عليا انا 3 شهور ولا 4 شهور انا كنخدم على الكونت وفي لي مشاري وقلب ناقص، مشي حاجه كتبغيها كتعاودها. لا وسيد ربي سهل علينا في هذا الكونت غادي وكيطلع، ولا مشات هذا الكونت ولا مشات هذا الكونت الله يعاون ونعاود عاوتاني كنت من الزيرو، حيت ما كنبغيش نربط راسي بالماديات، حتى انا براسي مالي انا عادي انسان طبيعي. لحم عظم لحم لحم وعظم وياتي مزيان. ما نطوت عليكم الهضره بزاف، عطيتكم كاع لي زيتاب اللي درتهم كاع لي زيتاب اللي قلت لكم اليوم راني قلتهم لكم. نتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه من هذا الفيديو، المهم ان شاء الله غنحاول نبقى ندير كل فيديو كل سيمانه. المهم كي جاكم هادشي بعدا كتبوا لي كومونتير يكونوا زوينين، نحفظكم ليا سلام.